يحكمنا. عايز اقول لك حاجه، ما يحكم مصر الان 25 مليون عشوائي، ما تقوليش اخواني، عشوائي. وانا بقول الكلام ده ومسؤول. بص انت، عالم التوك توك وعالم الميكروباص وعالم التاكسي وعالم مراكب نيليه وعالم بتاع افرزت انواع من الافلام هي بتعبر عنهم. يعني ايه مطرب يقول لك صباع مش عارف ايه؟ طبعا انت عارف الاغاني. يعني ايه مطرب يغني الخيار والحمار؟ يعني ايه مطرب يغني للجنس؟ الفاظ الشوارعيه. يعني إيه؟ وبعدين تبص لدول نجوم الغناء. ساما كنت في حلقه قريب، واحد اسمه اورتيجا وفورديجا واسماء، يقول لي انا كنت بمسح ويدخل الفن في المسح. قال لي مش احسن ما بيع مخدرات؟ قلت له انت يا ريتك تبيع مخدرات، لانك انت بتخرب الذوق العام، وده اخطر، اللي هو اللي وصلنا اننا ننزل الدرجه الثانيه في المخدرات.